مقيمة بالدوحة، تمت دعوتي من الأصمخ بأتيليه التاسع أشارك مع فنانين من مختلف أنحاء العالم. مشاركتي كانت صراحة مفيدة واستفدت منها كثير، وتعرفت على فنانين كبار ولهم اسم واشتغلت معهم، وكانت تجربة صراحة مفيدة بالنسبة إلي ولشغلي. أشوف ثقافات مختلفة، أشوف شغل وطريقة شغل مختلفة من التكنيك، من الألوان، من المواد اللي بيستخدموها، وهاي المشاركة بتفتح لي مجال أكبر لبعدين بمشاركاتي بمعرفتي بأشخاص معينة. علي حسين ميرفا من مملكة البحرين، تمت دعوتي للمشاركة في أتيليه الأصمخ التاسع. كانت تجربة جميلة وممكن تضيف للفنانين الشباب العرب إضافة جميلة جدا، بحيث توجد خبرات مختلفة من مختلف دول العالم. فالشباب خصوصا الخليجي في حاجة إلى هالنوع من المشاركات، ونادرا ما نحصل جهة غير رسمية تدعم هالنوع من المشاركات خصوصا للشباب. فكثير أضافت لي المشاركة، تعرفنا على فنانين من مختلف دول العالم واستفدنا من تجربتهم وخبرتهم. نشكر الأصمخ على هالمبادرة ونتمنى نلتقي في مشاركات أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. فنان تشكيلي قاسم ياسين من دولة الكويت، تلقيت الدعوة للمشاركة في هذا الأتيليه المميز باسم أتيليه الأصمخ التاسع، وكانت فرصة ذهبية لي للالتقاء مع مجموعة من الفنانين المميزين والمتميزين بأساليبهم الحديثة، وكذلك هذه التجربة تثري الحركة التشكيلية عامة وبشكل كبير، والأخص بما نوه له السيد الأصمخ على تجميع كل الإنتاج الفني من الفنانين الذين يأتون للمشاركة في هذه الأتيليهات لعمل متحف مميز. وهذا طبعا احنا نكون سعداء جدا أن نكون من المساهمين والمشاركين في هالتجمع الكبير، وأنا طبعا أتمنى لهم التوفيق والنجاح مستقبلا، وأتمنى أن هذا المتحف يثرى بشكل كبير ويكون له تأثير مستقبلي على العالم وعلى الفن التشكيلي العالمي. موزة فواري من قطر، تلقيت دعوة من أتيليه الأصمخ على المشاركة في الورشة التاسعة مع مجموعة فنانين من مختلف البلدان، وكانت تجربة جدا رائعة فيها تبادل خبرات وتجديد أفكار. ومن تجربة شخصية أدعو جميع الفنانين والفنانات القطريين للمشاركة في هذه الورشة، وكما أشكر الأصمخ لإتاحة هذه الفرصة لي للمشاركة، وشكرا. أنا جيهان صالح، فنانة مصرية. دعيت من قبل المهرجان أو الإيفنت ده، مهرجان الأصمخ التاسع، وكانت المشاركة مهمة جدا بالنسبة لي، لأن كانت فرصة كبيرة للتعرف على فنانين من مختلف أنحاء العالم، فنانين يعني انترناشونال الورشة، ده بيعطي فرصة كبيرة إني أتعرف على فنانين أكتر وأشوف تكنيكس مختلفة منهم، يحصل تبادل مهم جدا في الخبرات بينا وبين بعض. وكانت نتيجة الورشة 3 أعمال من كل فنان، واستخدمت التكنيك أنا بشتغل بيه وهو الكولاج أون كانفاس. واليوم انتهيت من الأعمال ووقعتها، وكانت الحمد لله النتيجة سعيدة بها. زهير السعيد من البحرين. تم دعوتي للمشاركة في أتيليه الأصمخ التاسع، وأحب أشكر الأصمخ على هذه الدعوة الكريمة، وأعتقد أن هذا مشروع ثقافي كبير راح يضيف إلى الحركة الثقافية والواجهة الحضارية لقطر، وجدا مهم أن نشوف رجل أعمال يتوجه ويرعى الفن، ونشكر الاستقبال والضيافة، وهذا شيء مميز. شاركت في كثير من الورش، لكن أعتقد أن هذه من الورش المميزة من جميع النواحي، وأنا سعيد جدا بتلاقي مع زملائي الفنانين من البرتغال ومن برشلونة ومن قطر الشقيق. طبيعة هذه الورش تبادل خبرات بين الفنانين، اكتساب خبرة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا شيء إيجابي جداً، بنشط مدارك الفنان ويفتح له آفاق مزيد من التعاون. شكراً جزيلاً. Miguel Ângelo Veiga, sou de Portugal. Vim a convite de Al-Asmar para participar neste ateliê no Qatar, em Doha. Acho que a experiência é extraordinária porque encontramos aqui artistas de todo o mundo e quando isso acontece a experiência só pode ser positiva. اسمي مونيا تويس من مدينة تطوان المغربية. تمت دعوتي من طرف مجموعة الأصمخ بالدوحة. جينا كذلك فنانين آخرين من دول مختلفة، من جنسيات مختلفة كذلك جينا هذه المرة الأتيليه رقم 9، لأن على مدى السنة كل شهر كيتعمل أتيليه. كنشكر السيد الأصمخ على هذه المبادرة الطيبة، لأن كنشوف بأنها جد مهمة لا بالنسبة للفن ولا للتاريخ ولا للفنانين، أنهم يتجمعوا كذلك، أنهم يتبدلوا الآراء والاكسبيرينس ديالهم مع ملي كيكونوا كيشتغلوا، لان الفنانين دائما كيشتغلوا وحدهم. هذه فرصه في الحقيقه، فرصه جميله جدا، لان كتلقى كتشتغل في نفس المساحه مع فنانين اخرين، كتكلموا كذا. هذا الشيء هذا ما كيوقعناش يكون نهار، يعني حنا كنشتغلوا الفنان الصباغ او النحات كيشتغل وحده. هذه فرصه جيده ولا جميله، وكنشكركم على هذا اللقاء. من مكة المكرمة. أشكر أتيليه الأصمخ على استضافته لنا. كون طبعا علاقة جيدة مع فنانين من دول عربية وأجنبية. أتمنى إنه تكون في استضافات ثانية أو دعوات أو مشاركات أخرى، وأنا سعيدة بهذه التجربة.